إحنا جينا على الأردن بال 2012، جينا من ظروفنا اللي كانت صعبة هناك، كنا خايفين على بناتنا، خايفين على حالنا، صار الوضع صعب، قررنا نطلع هون على الأردن. طلعت على الجارات ذوق مثلا أكلاتنا، نسكب لهم صحن، نودي لهم صحن مقدوسنا، لبن، أشياءنا هاي اللي بنسويها. صار مشجعني، ليش ما تشتغلي وتبيعي أنت؟ أول بالبداية استصعبت الموضوع، بعدين بس بعت أول مرة وثاني مرة حسيت بالأمان، وحسيت أنه أنا يعني صرت منتج. عم جوز إذا تواجهني بعد تحديات مثلا برأس المال، كنت بدي أعمل 10 كيلو مقدوس ما فيش عندي طنجرة. بالمواد اللي دعموني فيها منظمة بلومود، صرت أحتاج فرامتي عندي، أحتاج طاستي عندي، أحتاج الغاز عندي، أي إشي بحتاجه بطوله من بيتي، ما فيش داعي أني أروح على الجيران. أنا أخذت دورات كثير طبعاً، منظمة بلومونت ساعدوني كثير بالتسعير، بالتغليف. إحنا كنا غافلين بالمشاريع هاي، كنا مثلاً نعمل مقدوس نعبيهن بهالمرتبان نبيعهن، هسا صرنا نعرف شلون بدنا نوزن، صرنا بنعرف شلون بدنا نحسبها. الترخيص كان له دور كبير بشغلي، هذا صار يذوق، هذا كذا هيك، قالوا لي آمنة، قلت لهم آمنة، هاي شهادة الصحة وهاي الترخيص. زوجي له دور كبير بشغلي، وكل عيلتي، كل فرد من أفراد هاي العسرة بيشتغل، بس أحياناً لما بكون عندنا مثلاً طلبيات، كميات زائدة عن طاقة الطاقة اللي بنبذلها إحنا، بنجيب جيراننا، بنجيب أصدقائنا المحتاج، بنجيبه ونشتغل مثلاً على الساعة. هذا المشروع حسن من مستوى معيشتنا، يعني صرنا نقدر نشتري برا، صرنا نشتري غسالة، صرنا ندفع فواتير كهرباء، صرنا ندفع مي. كنا مكسورين لصاحبية البيت تقريباً بثمان أشهر، أي إشي بنحتاجه صرنا نشتريه كاش، ما عاد تدين. صراحة أنا بطمح إنه مشروعي يوصل لكل المملكة، كل الناس يشوفوا منتجاتي، كل الناس تأكل منتجاتي. أقدم لهم كل الشكر والتقدير، والله يجزيهم الخير ويبارك فيهم، لأنه تصرفهم هذا هم قاعدين منقذوا عيال.